متابعينا محبينا في كل مكان، متابعي موقع تلفزيون مباشر من مصر، احييكم وارحب بحضراتكم من هنا من محافظ كفر الشيخ. احمد داود مراسل موقع بكفر الشيخ. ضحيه جديده خطأ طبي الحق بعم مصطفى، راجل مسن كان مال الأرض مشي، كان شايف مصحه بيروح أرضه وبيحل مشاكل الناس، حس بشوية تعب في إحدى الفقرات العنقية، راح لطبيب مشهور بكفر الشيخ. أخبره الطبيب بأنه لازم إجراء عملية فورية، دخل على رجليه طلع على سرير مصاب بشلل رباعي. قضية إهمال طبي أو خطأ طبي جديد تضاف لإحدى الأطباء في محافظة كفر الشيخ. هنتكلم ونشوف متابعينا القصة كاملة عن مصطفى راجل مسن اللي أصبح يعني يركض على سرير مصاب بشلل رباعي. بنرحب بيك. طبعا بدايه ان ربنا يشفيه ويعافيه ويعجل بشفائه. ايه اللي حصل عن مصطفى؟ الوالد كان عنده مشكله في الفقرات العنقيه. تمام. فروحنا لدكتور مشهور في كفر الشيخ. تمام. فبناء عليه الدكتور اجرى اشعاعات، طلب اشعاعات معينه، فاحنا جبنا منها الاشعاعات اللي هو طالبها. تمام. فقال الدكتور محتاج، فقال الحاج محتاج عمليه تدخل جراحي. تدخل جراحي واقرب وقت. كلمنا الاول عن حاله الحاج قبل ما يخش. الحاج بيمشي على رجليه وكان ماشي على رجليه. اما مصطفى كنت بتمشي على رجليك؟ كنت بتروح شغلك؟ كنت بتيجي؟ انا داخل عمليه ماشي. داخل عمليه ماشي. انا جبت من كده يعني. تمام. رحت شفت عنده وادي يمين وشعر دلوقتي عملت شعر. ثاني يوم قال لي ان محتاج تدخل جراحي. رحت كفر الشيخ، فضلت معاه لحد الساعة 3. تمام، فضل عامل حاجة. لحد الساعة 3. تمام. عملت عملية وطلعت عملية. لكن أنت كنت رايح عامل حاجة ماشي على رجليك. يا أخي ماشي على رجليك في المكان. شايف شغل. في شهود في بدل هو حضرتك ده كان على القهوة، كان يعني وبعدين كان بيسلم على أصحابه على القهوة على أساس إن هو يعني رايح مشوار عادي خالص. واخد بال حضرتك؟ مش فاكر الراجل كده بقى. طبعا اشعاعات وتحاليل فوريه. ما عملش اي حاجه. غير الاشعه بس. دخلت على الساعه 3 بالليل. رحت حوالي الساعه 5. المفروض اطلع من العمليه على عينيه مركزه طبيعي. انما هو حس ان انا خطا وخطا فيه مني. فيشيل مع الراجل اللي معاه وحطيته في العربيه اللي بيشمع. العربيه بتاعتي انا اللي حاطين من العربيه وانا بكره الله فوق. تفتكر الله روحوا فين؟ انا روحوا. ازاي يعني؟ كان ده اللي حصل. طبعا مفيش تقدير ولا رجعت. قعدت حوالي شهر ونص. طبعا مفيش مش شايف اي حاجه وبتاع. فقلت على دكتور في اسكندريه جميل. يعمل لك عمليه توصل انت كده خلاص. طب ايه الحاجه اللي حصل الحاجه في العمليات خلاه ان هو يعني يصاب بشلل رباعي؟ والله هو الدكتور لما احنا قعدنا معاه في الاول قال لي الموضوع هياخد بالظبط زي هيطلع من العمليه هيفوق من البنج، الموضوع هيبقى خلاص هيقوم يمشي زي الاسد. ده معنى كلامه، كان كلامه كده. ان هو يطلع من العمليه للعمليه. يمشي. هو اصلا كان بيمشي قبل ما يخش العمليه. بيمشي اصلا. احنا واخدينه من بقول لحضرتك من على الكافيه القهوه من قدام البيت من هنا. واخد بال حضرتك؟ فلما رحنا هناك وقال نص ساعة ونص وكده، فبناء عليه الأمور تمام، واخد بال حضرتك؟ طلعنا من العملية قام قايل 6 أشهر. ازاي يا دكتور؟ ما كانش ده كلام حضرتك. وبعدين كان باين على ملامح وشه ان وشه مخدود، واخد بالك؟ مضطرب وكلامه فيه اضطراب كبير. طب ازاي يا دكتور؟ يعني حضرتك فيه بتقول نص ساعة والموضوع كان لم يكن وهيبقى زي الاسد زي ما حضرتك بتقول، وفجاه النهارده بتقول لي 6 أشهر. واخد بال حضرتك؟
وغير كده كمان حضرتك الحاج لما دخل العمليه وهو خد في هو في البين بعد العمليه نص ساعه بالظبط، بعت اللي هو المتابع بتاعه اللي هو الممرض طلب مننا فلوس العمليه. يعني دي حاجه كمان يعني مش حلوه في حق بتاعي الطب بصفه عامه كمان. فطب يا عم الوالد معاك اهو، احنا كده كده فلوس الدنيا بالنسبه لنا مش حاجه، ان الوالد يا ربنا يشفيه وكده. فقال لا ده لازم فلوس العمليه دلوقتي عشان في حاجات جايه من القاهره ومش عارف ايه وكلام من دوت. بالتالي دفعنا فلوس العمليه. بناء عليه طلع من العمليه اما ناديه انا واخويا اخويا الكبير، قال لي الحاج هيقعد 6 اشهر. ازاي يقعد 6 اشهر يا دكتور وانت كلام حضرتك قبل كده ان هو هيقعد نص ساعه هيفوق من البنج هتاخده وتمشي على رجلك. مشي على رجله واخد بال حضرتك. اما هو كده بقى وبقى مضطرب، وحتى ما سيبناش حتى نقعد، المفروض نخش على اوضه اوضه افاقه مثلا زي ساعتين ثلاثه او كده يا دوبك حاجات بسيطه، وقام قال يلا الامور كده كويسه والعمليه نجحت وكل حاجه تمام. وزاد الفتحه كانت من قدام، يعني هو المفروض يفتح من ورا من عند الفتحه الكرات القطنيه، هو فتح من قدام عند الزور، فتح من قدام عند الحجره. وبعد كده لما احنا رحنا حضرتك بقى من العمليه حصل اللي حصل، رحت لاكبر دكاتره في مصر كلها وبعت الاشاره طبعا. الخطا الكبير اللي هو فتح من قدام المفروض كان يفتح من ورا. قلت بعد كده بقى بين مين؟ ايش انا بروح؟ حاطين في العربيه ما دخلناش عليها مركز. تمام. لو الدكتور شايفك دلوقتي عايز تقول له ايه؟ نعم. هو شايفك دلوقتي عايز تقول له ايه؟ اللي هو ايه؟ لو هو شايفك دلوقتي الطبيب عايز تقول له ايه؟ هقول له حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل، وان ويا رب ينتقم منك في اللي انت عملته فينا، لان هو دمر اسره كامله. واخد بال حضرتك؟ احنا كنا رايحين في حته وفجأة ودانا في حتة تانية خالص بسبب الخطأ الطبي اللي هو عمله ده. اتقي دعوة المظلوم فليس بينها وبين الله حجاب. واخد بال حضرتك؟ أصبح أصيب بشلل رباعي بعد ما كان مال الدنيا ماشية. الطبيب أوهمه إن العملية بسيطة وسهلة. كان رايح من على القهوة على حد وصف الابن. دخل اوضه العمليات فتح له فتحه من عند الحنجره، ولما الحاج راح لباقي الاطباء في مصر قالوا ازاي يفتح لك من هنا؟ دي الكارثه. وحضرتك بغض النظر عن اسم الدكتور، حتى احنا لما رحنا لكذا دكتور ودكتور ممتاز جدا في مجاله بالنسبه للوضع ده هو، فقال في كلمه، قال اللي عمل العمليه ديت يعني دكتور مش عايز اقول كلمه يعني مش في مكانها، واخد بال حضرتك؟ بس وقال حسبنا الله ونعم الوكيل. قال ده دمر الدنيا، حطه في مكان، هو كل حاجه بتاعت ربنا طبعا، بس ما كنتش تاخدنا الحته ديت. اما انت ما انتش فاهم، مش ما كانتش ودتنا الحته ديت. لكن الحاج كان رايح مش على رجليه. والله رايح مش على رجليه. والله حضرتك كان بيسلم على الناس على القهوه قدام اكتر من 100 واحد، ممكن حضرتك كان جايبهم لك دلوقتي كانوا شهود ومسلمين عليه، وراكب معانا في العربيه ورايحين نعمل عمليه المفروض ان ساعتين وهنيجي هنا للشيء الابيض ده على كلام الدكتور. قال لهم ساعتين وهيرجع أحسن من الأول. كان حاسس بشوية تنميل، كان بيسرح غيظه، بيقعد يقطي يحل بين الناس مشاكل، راح يعمل عملية طلع منها مصاب بالشلل الرباعي. الأهل والحاج مصطفى حسبي الله ونعم الوكيل. يقول المولى عز وجل: وعزتي وجلالي لدعوة المظلوم، وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. تفضل. يا ريت للمتابعين ويا ريت لكل الناس اللي ما يروحوش للدكتور اللي مش فاهم او يستفسروا عنه، علشان خاطر المكان اللي احنا فيه ديت مكانه مش حلوه وحطينا نفسنا كل حاجه بتاعت ربنا طبعا، بس ده غباء دكتور دمر اسره كامله. رغم ان هو يعني ما يحسش بالنار اللي ماسكها، الا ابن المجني، على ان ابن المجني عليه بيوجه رساله لكل المتابعين: قبل ما تعمل حاجه استشير طبيب واتنين، واسال على الطبيب عشان خاطر ما يكونش مصيرك زي مصيرنا. حاج مصطفى قضيته او موضوعه الضيف اضاف اهمال طبي او خطأ طبي لطبيب شهير بكفر الشيخ والاسره. حسبنا الله ونعم الوكيل.